مساء الخير من جديد، مرحبا بكم في ناس نسمع في جزءها الثاني. مواصلين معاكم، وفي جزءنا الثاني ليلة نحكيو مسرح. بعد شوية 38 دقيقة الموعد مع ليغينيول دو مغرب، ما قبل نستقبلوا ضيوفنا بالنسبة لليلة، المخرج المسرحي معز القديري والمنتج كريم العامري. مساء الخير، مرحبا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بكم مشاهدي قناة نسمع. نحكي معكم الليلة على ستاند باي معز القديري، المسرحية اللي صارت لافون بروميير متاعها لو 28 ديسمبر 28 من تمثيل بسام الحمراوي فيصل الحذيري. ستاند باي ترجع غدوة 10 و11 في التياترو. غدوة إن شاء الله العروض مواصلة لعروض ستاند باي نهار 10 و11 7:30 بفضاء التياترو. وكما كنا نشوفوا توا في الأفيش ستاند باي عنوان مؤقت. هكا عنوانها ولا هي عنوان مؤقت بالرسمي ولا شنو حكاية العنوان؟ ستاند باي كنا انا وكريم نهار ايامات لي ريبيتيسيون نحكيو، قلنا نختاروا عنوان، طرحنا برشا عناوين. بعد قلت له كريم خلي ستاند باي، خليها ستاند باي الحكايه. بعد قلت له ساسون بيان ستاند باي، ستاند باي جينا نشوف ونحلوا فيه الاسم لقيناه قريب، قلنا هاي خليه ستاند باي عنوان مؤقت. حتى نلقاو عنوان اخر حتى نلقاو عنوان. اي وناويين بالرسمي تبدلوا العنوان ولا باش يمشي فيها ستاند باي؟ كان جي نهار اكتواليتي اللي تبدل العنوان نبدلوا العنوان. علاش؟ قبل ما نحكيو عليه باكثر تفاصيل، هذه نشوفوا لافون بروميير اللي كانت حاضره فيها ضحى التويهري وراجعين. وتولي قوة الممثل سيغ سين هي اللي قادرة توصل دي ميساج للمشاهدين. في مسرحيته جديدة، معز القديري جدد في تجربته المسرحية، وكانت ليميم والمؤثرات الصوتية هي ولوميير بطل المسرحية ستاند باي. صحيح كون الخدمة اللي خدمناها مختلفة شوية على موجود في المسرح توا. احنا مسينا معناها في مسرحيه اللي سبقت هذه سابني، نحن مسينا التقنيات هذه اللي هي الميم اللي هي الجروملور بونتوميم، وحاولنا زاد نزيدوا نستعملوا تقنيات اخرى جديده اللي هي الضوء والصون، معناها اللي نوفيل تكنولوجي، معناها نزيد نوظفوهم في المسرح باش يوصل الميساج اكثر ولا طريقه جديده كيما السينما. حبينا نخدموا حاجه مع معز تتقابل معنا، معناها المشروع كان موحد. تبارك الله معز، معناها كان معناها عرف وين يحط كل تابلو، عرف وين ينجم يكون ثم نقائص، لكن معز عرف وين يحط كل تابلو، عرف كيفاش يخيط المسرحيه، وهذا الشيء الباهي. معناها اذا كان المسرحيه تعجب العباد توا، احنا نحبوا نرتقيوا بالمسرح، نحبوا نرتقيوا بمستوى الفرجة، نحبوا نرتقيوا بمستوى العرض ككل. تجربة جديدة في المسرح أثبتت انه جمهور الفن الرابع في بلادنا منفتح على تجارب جديدة. معز سمعنا الممثلين بسام وفيصل، وانت كيفاش تقدم لنا ستاند باي؟ ستاند باي هي اول حاجة كي نقدمها اللي هي مشروع بدا بيني انا وكريم العامري من 3 سنين ولا 4 سنين واحنا نخدموا بعضنا، خاطر ماهيش التجربة الأولى وبعضنا في المسرح، هذه التجربة الثالثة. ونقدمها على أنها ماهيش مسرحية منعزلة، معناها ما حبيناش نعملوا مسرحية على خاطر يلزمنا نواصلوا الفعل المسرحي في تونس هكاها، وحبينا نعملوا مسرحية على خاطر يلزمنا أن نتحملوا مسؤولياتنا توا في تونس بعد 14 جانفي كمثقفين كفنانين كمسرحيين، أنه نساهموا بالحاجة اللي نجموا نعملوها اللي هي نجموا نعملوا مسرح، دونك نعملوا المسرح. قابلنا أنا وكريم على الفكرة من الأول، ومن بعد اخترنا أنه ندخلوا في مغامرة في مسرحية ستاند باي اللي هي نعتبرها مغامرة على خاطر غيبنا النص وتعاملنا مع جسد كنص. قلنا شكون ما خيرش من فيصل وبسام على خاطر طاقة جديدة، طاقة باهية، ممثلين محترفين عندهم حرفية كبيرة، وفما حتى على الصعيد الإنساني معناتها فما كيمياء تعدات بيناتنا اللي تخلي أنه كمجموعة نجمو نتفاهموا ونجمو نخدموا، ولمنا المشروع وتفاهمنا. وبالمناسبة هذه نحب نشكر صابر عطروس اللي كان عنده دور كبير في تصميم الإذاعة، ومحمد ميش اللي عمل نسميه الإخراج الصوتي، وبسمة ذوادي في الملابس، وكامل الفريق بتاع ستاند باي اللي هم 11 ولا 12 واحد، اللي ناس أمنت بالمشروع، ناس أمنت اللي لازمها تتحمل مسؤولياتها وتقدم مسرح كانت جوز العبارة ما بعد 14 جانفي. مغامرة ولا مشروع، يعني مغامرة ما كانتش سهلة، أول يعني إكسبيريونس في تونس مسرحية بدون تكست، وحنا عرفناك في انسحاب وإدروجين مع دي تكست يعني تقال.
اي هي ما هيش اول مسرحيه في تونس بدون تكست، فما مسرحيات اخرين قدموهم بدون نص كما قبل حين يا نور الشعافي، فهمت الليالي توفيق الجبالي، لكن تعتبر المسرحيه اللي اعتمدنا الجسد كنص والعالم اللي موجوده في ستاند باي اللي هو عالم فانتاستيك اللي هو قريب ياسر لعالم الاطفال، قريب ياسر لعالم الذاكره نتاعنا اللي تجمعنا احنا كل كتوانسه، عمليه النبش في الذاكره هذه هي اللي تظهر جديده اللي والثقه الكبيره اللي في المتفرج، على خاطر احنا في ستاند باي المتفرج فاعل معنا، يدخل باش يتفرج في تصاور يعرفهم موجودين في ذاكرته، هما التصاور هذوما هما الديكلونشور نتاع ليموسيون اللي كان الضحك ولا كانت اعجاب، هذا اللي خلينا اللي نعتبره اللي ستاند باي ما هيش شيء جديد لكنها مغامره، ولكن زاد ما هيش حاجه متعودين بها. الوغ جوستومون بالنسبه للذاكره استعملتوا دي ديسان انيمي تلفزيون، استعملتوا تاع لي جو فيديو لا في كوتيديان دي كليشي وحتى شارلي شابلين. بيان سور على خاطر وقت اللي تتعامل مع الذاكره ما تنجمش ما تتعاملش مع لي كليشي، على خاطر اقرب حاجه اقرب صور جاهزه حاضره هما لي كليشي. ودونك واذا كنا احنا معاملين على المتفرج انه يتفاعل معنا فتعاملنا مع اول حاجه لي ديسان انيمي السنافر تومي جيري هذوما الكليشيه اللي تربينا فيهم من الصغر كابتن ماجد، ومن بعد اذا باش تدخلوا باب الريفيرونس ما فماش احلى من الريفيرونس من تشارلي شابلين والا من مارسيل مارسو والا من جاك لوكوك. وي تو نزيدوا نشوفوا زاد معز تو احنا بنشوفوا اكستير بنشوفوا من بعد كيفاش من غير نص نجم تشد العباد ونجم ربما عباد تضحك لانه يعني يظهر لي المسرحيه كوميديه. تقول لي انت بعد اذا كان كوميديه ولا لا، ناخذوا الاكستري الاولاني من ستاند باي. اهلا وسهلا. شو الاسم كريم؟ سميتي حسبر. انا مغربي ساكن في فرنسا ان فور امريكان. عايش في فرنسا وفي امريكا. طيب هلا شو حدا دمنا؟ ماي نيم كوميدي دانس. طيب تفضل. شكرا. كريم العامري، بسام وفيصل برشا تعودوا بهم في ادوار ربما سياسيه، الادوار اللي يلعبوها في ستاند باي فيها ادوار سياسيه ولا لا؟ المسرحيه نتاعنا ما فيهاش سياسه جمله. مسرحيه ما فيهاش سياسه جمله. هذايا من الاول قلنا اللي ماناش بنحكيو على السياسه معناها. ومش باري ريسكي بالنسبه لك انت كمنتج توا المسرحيات الكل على السياسه من هنا ولا من غادي، وانتم تقرروا انكم تعملوا مسرحيه خاليه من السياسه بخلاف تونسي.com خاليه من السياسه. احنا من الاول خلينا التوجه هذا باش يكون بعيد على السياسه، على خاطر احنا معناتها كمواطنين ديجا توانسه فدينا من شنو من الكلام ياسر معناها في السياسه، معناتها في الشارع تحكي في السياسه، في القهوه تحكي في السياسه، في التلفزه تحل تحكي على السياسه. قلنا باش تعاود تجيب العباد للمسرح باش تعاود تحكي لهم على السياسه، قلنا خلي
يبدلوا شويه معناتها الافكار نتاعهم ويبدلوا شويه يبدلوا شويه جو معناتها ويشيخوا في مسرح بعيد على كل الضوضاء اللي عايشين فيها برا معناتها هذا كان التوجه نتاعنا وحتى معز معناتها هذاك شنو من الاول تفهمنا عليه معناتها صحيح معناها خاطر عندنا توا عامين عندنا مناخ صوتي جديد ولا انستاليه في البلاد اللي هو الناس كنت تحكي في موضوع كبير وعام اللي هو شنو هو قاعد يصير في البلاد والسياسه تحلت تلافز معناها تلقى السياسه الاذاعات كذا وفقدنا مالوريزمون لي ديتاي الصغار اللي يعملوا يخليونا توانسه خاطر احنا توانسه عندنا دي ديتاي نتاعنا قبل كل واحد يحكي في موضوع يحكي في الكره اللي ما يحكيش اللي ما كانش يتكلم جمله اللي ولا يحكي ياسر تو فقلنا انه اعاده صياغ هالخطاب هذا ونجيبوه للمسرح مش هي الفائده منه وقت اللي انت كمبدع عندك الياتك اللي تتعامل بها وقت اللي زاد الانسان العادي في الشارع في القهوه ينجم يكون يحكي في السياسه خير منك وينجم يكون عنده الجراه والحريه اكثر منك كمسرحي على الركح انك تتكلم في الموضوع هذا اذا قلنا استنادا الى انه الفعل المسرحي هو نعم. فعل سياسي بالاساس غيبنا المساله هذه واهتمينا بالطفل اللي موجود في كل واحد فينا اللي يظهر لي انا زاد في خضم الخطاب هذا خاطر نسيت ما قلتش اللي ستاند باي هي راهي موجهه للطفل اللي عايش في كل واحد فينا أيوة. الطفل هذاك اللي ما يظهرش الصباح في الخدمه وما يظهرش في البيروات وما يظهرش في الكياس وفي اللومبوتياج هذاك اللي يظهر وقت اللي يروح للدار يلعب مع اولاده ولا وقت اللي يبدا بينه وبين روحه الوليد هذاك اللي احنا مهتمين به اكثر من اي موضوع اخر هذا حق هذا كان عنوان هايل معز خرج الطفل اللي فيك هما قالوا خرج الجرينت اللي فيك دونك تولي حكيت السياسه جانا كومنتير قالنا راه انتم ما حكيتوش على السياسه سي فري اما لو فات ديجا ما حكيتوش على السياسه عديتوا ميساج للسياسيين ولا للسيد سايف البلاد باهي سيدي مازلنا باش نحكيو على ستاند باي معاك معز القديري كريم العامري ما قبل نمشيو مع ليغينيول دي مغرب خرجوا الضحكه اللي فيكم انا راجعين الأربعاء 9 جون في 2013 انتم تتفرجوا في ليغينيول دو ماغريب مرحبا بكم الناس الكل صرح المده الاخيره الممثل علي بن نور انه ابراهيم القصاص مهرج وما يصلحش للسياسه وفي المقابل عنده طاقه كبيره في التمثيل ويصلح باش يكون كوميدي لكن مش علي بن نور بركه صرح هكا هاو عندنا اراء بعض المواطنين في القصاص اه يا ودي قول لك حاجه يا ولد صممتي كيف نشوف القصاص هو يخطب يا ودي تقول دليها في سوق الفريه بفهمك وبراعات كان جابوه في البرنامج هذاك في التلفزه وجاء واحد ضده يا ودي تقول في عركه بعد عرس كل يخول عروس تصور يا ودي الراجل يجتح ويرعش في وسطه يقول ضربه تريسيتي فهمت ويدور في حجامه وتقول لي يدها مالي على حاله يا ودي وني بيقتلني بالضحك تي سايب عليك يا راجل كيما قال هو فهمت شوف يا سي حسن انا واحد من الناس قررت باش نهجم هالبلاد هذه شنو هذا يا اخويا شنو هي الفضايح تونس ردوها معزله ملي كانت حجامه تحكم الشايب مكهب على 90 مكبش في الحكم الحامدي يضحك اكثر من مستر بين القصاص من شوفور متاع الواجي واللي يبرمج في الدستور للبلاد شنو هذا يا اخوي فلذا يا اخي انا ننصح القصاص ونقول له كيما علي بن نور بما الدستور للبلاد شنو هذا يا اخوي فلذا يا اخي انا ننصح القصاص ونقول له كيما علي بن نور بما انك طلعت ممثل بارع على الشعب سيب عليك من السياسه يا اخوي برو ادخل ميدان التمثيل وامشي على منوال لمينادي في الوان مان شو هاكا هو عمل المكي وزكي يا اخوي عمل لنا انت اسطوفه ومحرزيه اي والله حلو عنوان المسرحيه هذه هات ترى نشوفوا سي ابراهيم القصاص ايش باش يرد على هالكرتوش شنو هو هذا احسن شكون معظم اللي كانوا يتكلموا هكا فما انت علاش خلاتهم يتكلموا هكا وما قصيتش عليهم ما كومش اعلام العار احسن تماكم مغرومين بالمقص واللي هذه عجبتك عديتها خطر هما فرقوا على القصاص سب الله العلي العظيم كان يجو قدامي لمن مشمشهم بسناني كان الديناصور كان الصيد كان الزراد كان الحرام كل مره الاخرى ارقص وانا واقف على ساقيه فهمت المره الجايه لما نرقص التيك تطيق وندور فوق راسك الزربوت فهمت واللي عنده ريح يضر عشره هب 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 هب
ناقص كان باش يعمل لنا ضربه رش قصاص. بعد اتهام ألف الرياحي لسي رفيق عبد السلام وزير الخارجيه باهدار المال العام واقامته في الشيراتون على حساب الوزاره، مازال المسلسل متواصل. ويأكد مره اخرى سي سمير الرمادي رئيس جمعيه الشفافيه الماليه انه سي رفيق مازال يغسل في حواجه في نفس الفندق. هات نكشفوا المنشور. عفوا المستور. الو الو، ما تقول ليش وينك يا سي شباب؟ دي وين عندي نمشي يا عمي، دي ما ويا في الوزاره يا في السفاره، والله غاطس في الخدمه وعندي برشا حوايج ننظف، برشا دوسيات ننظف فيهم. وش هي هالحكاية زادة متاع الحوايج والصابون اللي نشرهم في الشريطاتون؟ أنا ما نباتش عليك لوتيل هذا ما عادش تمشي له. والله إشاعة يا عمي، والله شكون قال لك الحديث هذا؟ سمير قال لي ما هيش إشاعة، وشاف حوايجك منشورين في السويت. أب 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 أب، يقوى عليهم ربي يا عمي، ليه ما نشرهم في السيت؟ يا ولدي منشورين في السويت مش في السيت، باش هبلني وفي سعلق الصابون التليفون ولم حواجك وروح. يا عمي عيشك يا عمي بالله، خليني نزيد ليلة برك، تسروالي القطيفة مازال ما شاحش. أنا اللي ريقي شاح، يشيح والله ريقك. أكد الصحفي صافي سعيد أنه خلال مقابلته للسيد المؤقت المنصف المرزوقي أنه القصر تقول عليه دار عادية، لا فما لا أمن لا حراسة، وحتى السكرتيرة كي استقبلته بشلاكة وحالة مزرية، وحتى من النوار اللي موجود في الريسيبسيون يثبت على مماتي، وحتى كسماء ما شربوش. ملا مستوى إعلام وملا صحافة في هالبلاد، ناقص كان باش يقول السكرتيرة خرجت من الكوجينة وكانت تعمل لي في الملاوي. أشنية قلة الحياة هذه؟ يعني اللي قاله سي صافي سعيد الكل غلط سيد المؤقتة؟ زيد عودها مؤقت هذه، أتوا نكلم عليك نبيل القروي يردك يا سفيان بن حميدة، تقوم السبعة متاع الصباح باش تخلط مع الأحداش تقول صباح الخير. باهي سامحني سيد الرئيس المطول، ما قلتليش رايك عاد في اللي قالوا هذاك الكل من جراير الحكومة، تلموا عمايلهم عمايل، هزوا الحراس والأمن الكل ليهم باش كل ما يغلطوا يلقاو شكون يحميهم من كرد الشعب. وأنا قلت مثالش، الناس الكلها تحبني، كي حتى في سليانة كي هبط علي الضرب ما يقصدونيش أنا، راهو هو في الأصل ماشي لبن جعفر غير جيت أنا في الصدافة. وزيد ما نكذبش عليك، اش عندي صلاحيات انا حتى نعمل حاجات تغشش الشعب؟ وكانه يحكي عن نوار الذابل في القصر اللي تقول عليه دار، الكل من جماعه تقصي الحقائق، ما خلاو فيه شيء، الثريات الفازات المخادد الكوب الكسرونات، تي حتى البيلا سواغر والكلاسة تهزوهم يا ابو قلب، تي حتى كي يجيني ضيف ما نلقى من مدلو ملا بون تي دي فين عند الحكومه هذه. باهي، وحكايه السكرتيره اللي لابسه شلاكه، ما والمشكله يا حسن انه في القصر عندي زوج سكرتيرات، واحدة عندها صباط وما عندهاش كولون، واحدة عندها كولون وما عنديش قياسها. بعد ما جماعة هزوا الصبابة الكل وليت خذيت لهم شلايك. شكرا ليك سيد الرئيس المؤقت. ايوا بدينا نعم سفيان، هاي شفما زادة ترى اخبار سخون ومازال كي صار توا في تونس، تيك تاك حط في الساك، في سيدي بوزيد شاب يقدم على إضرام النار في جسمه بعد ما صفحته بوليسا. الشاب اسمه محمد البازيزي، نعناها هناك مؤشرات يا حسن على قرب نهاية نظام بن علي. يزي بلاد فضليك عاد يا سفيان، يا ولدي أنا هو اللي باش نشعل، شعلونا جنجل، أعطيونا جنجل يا أخويا ونعود. في الجزائر قام الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس جمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والاستطلاع أكثر حول مضمون هذه الزيارة نمشي ونشوف الحوار اللي دار بين الشيخ حمد وداحو ولد قبلية. أهلا ومرحبا بك يا شيخ حميدة في الجزائر. أهلا بالغالي، والله يا أخي أنا مسرور بحضوري معاكم في الجزائر. وإحنا كذلك يا شيخ مسرورين وفرحانين بوجودك معنا، والفرحة الكبيرة حضورك بالجزيرة. يا حبيبي يا حبيبي يا غالي، اش تسوي الجزيرة وسط الجزائر؟ هذا موضوع بلجناه وفصلنا فيه، خلينا في مشاريعنا ومصالحنا. يا سيدي من عندك؟ أنا شايف من الجزائريين دائما صمدين ومتحدين كل حديد، على هذا أني خيرت ندير مركب الحديد والصلب، وهكذا الحديد بالحديد يفلح.
يا شيخ حميدة، المهم وإحنا واش لازم نقدمه لك مقابل هذا المشروع؟ والله يا الغالي، والجزائر غالية بالبترول والثروات. اسمع يا شيخ حمد، كلش باش تقول لنا البترول والغاز نبيعوا اللي ما يتسموش، هذه خاطئة، انسى يا أخي. دحو اش نسوي معاكم؟ انتم الجزائريين نجيكم على اليمين تهربوا لي على الشمال. يا شيخ حمد راك جيتنا واش نقدروا نعطوك مقابل مركب الحديد والصلب. وهالحين اش بتريد مني يا خدم الجزائر؟ انا لقيت لك فكرة مليحة، واش رايك نبعثوا لك لي سيبورتير تاع الحراش وشناوا يعمروا لك لي ستاد، وهكا بربي الكاس العالم 2022 تدوه، واش رايك؟ لا 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 لا، الشعوب العربية الكل حركتها وما وقعت لي غير الجزائر، وانت حاب تدير انقلاب في قطر خذ له زين بتاع الحديد والصلب من عندي، واخذون الله يخليكم اخذوني. الشيخ حمد مازال معانا، ومن الجزائر نمشي للمغرب. يدور الحديث حول صفقة نقل مباريات كأس أفريقيا للأمم 2013. قناة الحقيرة طلبت 12 مليون دولار لنقل مقابلات المنتخب المغربي. عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربي اتصل بالشيخ حمد بن خليفة لمراجعة هذا المبلغ. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا، كيفك يا سي بن كيران؟ الحمد لله يا شيخ. والله أنا عندي لك طلب، بس أنا حشمان منك يا شيخ. اتفضل يا سي بن كيران، أنا ما قادر أرفض لك طلب لأهلنا وأحبابنا في المغرب. شوف يا شيخ، المغرب سيشارك في كأس إفريقيا للأمم هذا الشهر. أنا عارف، أنت بتريد أبعث لك زلاطان إبراهيموفيتش يساعدك. لا شكرا يا شيخ، قناة الحقيرة ستنقل مقابلة المغرب بس طلبوا منا 12 مليون دولار، منين غادي نجيب هاد الفلوس كلها؟ انت ما عندك مقاصة؟ عندي، ولكن خويا يا شيخ هضر معاهم يديروا لينا شي تمن. انتو لازم عليكم تشوفوا هالماتشات، بصراحة منتخبكم متواضع يعني. انا عارف يا شيخ، لكن مكره اخاك لا بطل. غالي والطلب رخيص، انا راح اعزم الشعب المغربي كله يشوف على راحته، الماتشات في البيس والترانسفور على حسابي. وفي النهاية نقول ان شاء الله زينة للمنتخبات المغاربية المشاركة، ونرجعوا لك حمزة البلومي وضيوفك. اتشا وتصبح على خير. زدنا تأكدنا يا كريم العامري اللي ستاند باي مسرحية يمكن كما تتعدى في تونس كما تتعدى خارج تونس، يمكن الناس كل نجم يفهموا لأنه جستمون ما فيهاش تكست ولا ما فيهاش يمكن بعض الكلمات أنا حتى كنا نشوفوا فيهم توا. هل فما نية أنه ربما تمشي خارج تونس المسرحية؟ هو في البرنامج كنا تمشي خارج تونس، توا احنا في نيغوسياسيون مع برشا برشا ديستريبيتوريات البرا معناتها البور باش نخرجوا لبرا، وكان اختيارنا معناتها في كونه ما نعملوش عمل اللي يقعدوا مقتصرين به كونه نخدموا كان في تونس، دونك يكون عمل يونيفرسال ماهوش يحكي على حاجه مربوط بتونس برك، معناتها اللي هي اللهجه معناتها ما فماش كما قلت انت جوست كلمتين ولا ثلاثه اللي نجم يفهمها كما التونسي كما الجابوني كما الفرنساوي كما الهندي كما معناتها اللونجاج يونيفرسال فهمني، اللي حتى الميموار واللي كان يحكي عليها معز حتى هما عندهم معناتها اللي ديسانيمي وعندهم يعرفوا شارلو يعرفوا معناتها سي بريسك لا ميم ميموار تاع العالم. قول لي توا كريم، المنتج في مسرحيه يجيب له فلوس ويسكت على روحه ولا يجيب له فلوس ويعطي راي؟ لا والله احنا ديجا انا معز يعرفني معناتها كيما قلت لك نعرفوا معز عندي سنوات معناتها يعرفني اني مانيش نوع المنتج هذاك معناها يعطي الفلوس ويمشي على روحه على خاطر اللي انا ما نحبش نتعامل بمنطق منتج معناتها
منتج وتخدم هكا وتعمل هكا وكهو معناها فهمت. احنا نحبوا نعملوا ديما مجموعه معناتها اسبري ديكيب جروب كامل نخدموا بعضنا. اي واحد عنده هكا فكره في صالح المسرحيه معناتها هو بيسير يقرر معناتها تصلح لصالح المسرحيه ولا لا معناتها كلنا معناتها هكاك معناتها نتصور المسرحيه جوستمون تعملت ان 4 mois en 4 mois اي C'est rapide parce que généralement qui jouent un moumetlin ou là ils ont un an et demi, deux ans. On tourne faire quatre jours qui chefna et on est mal à mise en scène. Hadek Amla. Et un projet se gagne en préparation. Donc. Il y a quand un défi. Je suis allé comme. Les femmes préparation, c'est pas de manière. On fait ma Karim, on fait ma Loulet. Donc, avant de nous entrer dans la salle de répétition, اللي هو ال فهمنا المشروع فهمنا المشروع. وهوني باش نرجع للحكايه اللي ستاند باي سي اون ايكيب معناها اربع شهور سي لارجومون سيفيزون وقت اللي كل واحد يعرف قاعد يعمل الكونسيبتور دو لوميير الانجينيور دو لوميير صبري يعرف شنو يلزم يعمل محمد ميش يلزم يعرف شنو يعمل كريم انا لي كوميديان كل واحد ما تعطلناش ما تعطلناش على خاطر اوكي اوني دون لو بروجي فاهمين شنو نحبوا نعملوا سافا ماشيين في ثنيه واحده الناس الكل معناها صح خدمتوا ليل ونهار ونخدموا ونخدموا خاطر فماش حل اخر كان خدمك باهي نهار 28 ديسمبر كان العرض الاول نتاع المسرحيه واحنا حاطويري اللي كانت حاضره معاكم باش تشوف العرض الاول جابت لنا راي الناس اللي تفرجوا شوفوا مع بعضنا رايهم وراجعين عرض ممتاز فيه العديد من الرسائل والإرساليات فيه الماضي فيه الحاضر فيه المستقبل فما حنكة فما حضور على الركح فما إبداع فما ضحكة فما ألم فما أسى يعني شفنا كل شيء اليوم إضاءة ألوان ظلام نور بعد فلسفة كبيرة برشا طيارة أنا عجبني على الأخر مسرحية حلوة برشا ديجا ما حسيتش بالوقت أنا ظهرت لي قصيرة ما خرجتنا شوية على المسرحيات الكل معناها فهمت حاجة باهية في العرض هذايا سيكو ما فماش لغة ما فماش كلام دونك في عود ما الممثلين يركزوا على الكلام يركزوا على البدن نتاعهم وهذاك اللي مع الاوريجيناليتي لهنا هي تكمل سي بيان من صعب نشوفوا اكثر من الانواع العروض هذايا على خاطر ساعات البدن ينجم يوصل للي الكلام ما نجمش يوصله فوالا بارفي اغوفوار حاجة No comment. Voilà, c'est une très bonne idée. Ça marche, c'est pour tous les âges. Maintenant, il ne faut pas hésiter à venir la voir. Vraiment, il y a fait ça. Il va cartonner. Fikra, je te prends du temps. Il faut que tu aies un peu de temps. Je te dis que tu te prends plus tard, tu te prends plus tard. Mais vraiment, il y a fait ça, Mouaz. Vraiment. آخر إنتاجات الكازاخت مسرحية ستاند باي معز افون بروميير ولا بروميير وديما يقولوا ما تاخذوش عليهم لي افون بروميير ولي بروميير ولا مسرحيه مازالت باش تتحسن وكذا ما مع هذا في العرض الاول ديجا الناس راضيه على المسرحيه. سون بوبليسيتي. سون بوبليسيتي الحمد لله خاطر تفهمنا انا وكريم قلنا سوا اذا الخدمه باهيه تنجح حدا خاطر احنا نعملوا ديما على الذكاء المتفرج خاطر تنجم التونسي ما تجيبوش اذا تغرق البلاد بليزافيش ويكون العمل ما هوش دو فالور ما تجيبوش. وإذا العملية إذا المسرحية باهية من العرض الأولاني العباد فما احنا تبارك الله التوانسة عندنا البوشة وراي دونك الناس الكل تسمع والعباد تجي دونك وي احنا الآخر دقيقة ما نعرفش كاسكو سا دون ليكيب كل ما نعرفوش شنو هي الرياكسيون تاع الببليك على خاطر يا يصفق علينا يا يضربونا بالطماطم واحدة ما وكان ضربونا بالطماطم كنا باش نعاودوا معناها نعاودوا نخدموا مي الحمد لله معناها كي نسمع هكا نفرح على الاخر على خاطر نقول اللي اوفوار نو كومنت كانت قالت لك قصيرة لا مش قصيرة ساعة ودرجين ماهيش قصيرة سيرتو سون تكست خاطر ما ننساوش اللي هي سون تكست إذا جات ساعة ودرجين ديجا افيك تكست تولي قصيرة ما سون تكست تحسين كريم بارابور للعرض الأول
في العروض الجايه. فما تحسين معناتها وديما فما اضافات وديما فما نصائح نتاع المخرج وديما فما اضافه من الممثل معناتها بيدو فهمت. بخلاف نذكر بتواريخ غدوه وبعد غدوه في التياترو 7 نتاع العشيه هكا 7 ونص نتاع العشيه في التياترو لو 10 اي لو 11. بخلاف العروض هذه فما دي دات اخرى فما دي دات مازالوا ماهمش فيكسي توا شكون ديما في التياترو ولا باش تمشيو مسرح البلدي باش نخرجوا شويه من التياترو معناتها عندنا ان شاء الله سوسه عندنا صفاقس فهمتني دونك معناتها الجمعه الجايه ان شاء الله نكون ركحنا سلسله جديده من العروض. باهي انا ستاند باي نستناو في التواريخ نتاعكم. شكرا لك كريم العامري منتج مسرحيه ستاند باي، معز القديري المخرج على حضوركم معنا ليله في نس نسمع يعطيكم الصحه. شكرا يعطيك الصحه ميرسي. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. شكرا لك كنزة بوشناق يعطيك الصحه. شكرا للبيبليك بطبيعه الحال. شكرا لكم انتم على متابعه نس نسمع. ملتقانا غدوه ان شاء الله 7 نتاع العشيه في المباشر. صباح الخير.